أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الحدث الإخباري في هذه الحلقة. ضيفي النائب السابق المهندس جهاد الصمد. صباح الخير سعادة النائب. يسعد صباح. وأهلا وسهلا فيك عبر الان بي ان. استثنائيا اليوم يعني قبل أن ندخل بتفاصيل ما يحصل بسوريا بتفاصيل مشاكلنا الداخلية طبعا، بدي أبدأ بالموضوع الليبي يلي امبارح استحوذ على الاهتمام. تطورات جديدة ظهرت بالأمس وهو المطالبة بتقسيم البلاد إلى فيدراليات وقبائل واعتماد دستور الاستقلال. هل اليوم ليبيا فعلا أمام التقسيم وهذا الأمر ماذا يعني؟ يعني لا شك أنه كان متوقع هذا الشيء، يعني بظل تركيبة ليبيا القبلية، مع أنه العقيد القذافي حاول يوحي ليبيا العظمى بس لا شك أنه ما بدنا ننسى أنه ليبيا بلد غني كتير، الثروة اللي فيه كتير كبيرة، مساحة كبيرة جدا على عدد سكان كتير قليل، مجموعة قبائل يعني بكل أسف خلال آخر 30-40 سنة ما أخذت ركب الحضارة كما يجب، زائد بقيت مثل ما هي يعني، والبقاء واحد محله كأنها مرجع لورا 100% بظل التطور. والأطماع يعني نرجع لجوهر القصة، يعني أنه الغرب عنده بحساباته في مصالحه كيف يسيطر على هالبلد الغني، وأكيد في ظل يعني دويلات مشتتة ضعيفة يكون حرية الحركة تبعته أكبر، فبالتالي المصير هيدا ممكن بكل أن يكون أسف بارد. عم نرجع لورا، في حين بتحسي أوروبا رايحة نحو التوحد، بتحسي كل العالم رايح نحو التوحد إلا المنطقة العربية تبعنا نحو إلى التقسيم أكثر وأكثر وأكثر وتشرذمة أكثر وأكثر بكل أسف. يعني هذا واقع معاش. الوعي يعني غياب القضية، يعني أي شعوب أو أي شعب ما عنده قضية بتشتت وبيضيع، ونحن بالأساس يعني في عنا أطهر قضية هي قضية فلسطين، وأنا هذا شعار عم كل يوم عن يوم عم صير مقتنع فيه أكثر وأكثر، أنه كلما ابتعدنا عن فلسطين كلما اقتربنا من الفتنة، وكلما اقتربنا من فلسطين كلما ابتعدنا عن الفتنة. نحن حاليا عم نفترق وعم نبتعد كتير عن القضية المركزية اللي هي قضية اللي هي قضية فلسطين، وهي النتائج اللي عم نشوفها هي بسبب هذا الابتعاد. طب بالموضوع الليبي تحديدا، هناك من يرى اليوم أنه غياب العاصمي عن الأداء بدورة وتقصير ببعض الأمور هو الذي مهد لمسألة التقسيم، إلى أي حد هذا الكلام هو كلام فعلا واقعي ومنطقي؟ ما في مركزية، يعني لا يوجد استقطاب، يعني بمعنى أنه بدكم تتخلصوا من معمر القذافي مع التحفظ والاعتراض ومئة نقطة على أدائه كمان، بس في تحفظ واعتراض ومئة نقطة على الطريقة اللي أزيح فيها معمر القذافي، أنه هذا الطريق أنه أنت شو عم تعمله، أنه هذا الشعب شو ذنب الشعب الليبي أنه تشيليه من تحت الدلفة لتحت المزراب، يعني أنه هل هذا هو المرجو؟ أنه هلأ يمكن مش بس ليبيا، يعني حتى دولنا العربية الأخرى، هلأ رح نحكي بهذا الموضوع كل ما حصل على الساحات العربية عموما، بس عندما يتهم عبد الجليل دولا عربية بمؤامرة تهدد الوحدة الوطنية بليبيا، عن من يتحدث برأيك؟ من هي هذه الدول العربية اللي عم يحكي عنها؟ يعني نحن ومحيطة، يعني بقول لك نحن دول عربية نعرف غير أنه قطر هي اللي عم تودي هلأ اللي عم بتدير الثورات، واللي هي عم بتدير أمور الأمة العربية، يعني بده يشوف يتفاهم هو وقطر، شوف شو دور القطري بهالموضوع. وفي منظر كتير كتير مؤثر وبشع كان أنه الشعب الليبي يفترض أن يكون هو أغنى شعب في المنطقة، صحيح. انه شفنا انه عم ينبعث كراتين اغاثه ومساعدات من امير قطر او من اماره قطر الى الشعب الليبي، وبعتقد اسم كثير من الليبيين رفض يستقبل هالمساعدات لان فيها كثير من الاستخفاف والاذلال والاهانه لهذا الشعب. هلا عبد الجليل كمان انه من الناس بتنسى، يعني ما حدا بيقرا تاريخ وما حدا بيحفظ تاريخ، نحن الذاكرة صايرة عنا كتير ضعيفة وكتير، يعني كل واحد بس يمكن لأنه ما في تاريخ، يمكن في تواريخ، هذا اللي عم بخلي هذا الشعب يضيع إلى حد ما، يعني ما منسجل كتير، بننسى بسرعة، ويمكن تسارع الأحداث ما عم تخلي الناس تلحق
يعني عن جد في احداث عم تتسارع بشكل انه هالميموار تبع البني ادم الذاكره ما عم تحفظ كمان. فبنتمنى من الناس ترجع تشوف تاريخ كل واحد. احنا هلا عندنا خلافات بلبنان على كتاب التاريخ، يعني وخلافات يبدو عم تتصاعد حتى بكتاب التاريخ يعني، لانه نحن الاحداث تتفاعل عنا فعلا، يعني ثوره ورا ثوره ورا ثوره. يمكن تركيبه هيدا البلد هلا نحن، انا من المؤمنين انه هذا البلد ما فينا نعيش إلا مع بعض، ما فينا نعيش، ما حدا في يلغي الثاني ولا حدا في يستغني عن الثاني. بس طريقة الطرح يعني هلأ في أسلوب، يعني أنا أؤمن أنه الأسلوب شغل كتير أساسي بأي موضوع. يعني ممكن أنا أطلب شغلة بطريقة معينة وتتلبى وأطلع زعلان، ممكن أطلب شغلة وما تتلبى واطلع مبسوط، يعني لاقيني ولا تطعميني. يعني انه نحن هلا اذا في اي موضوع خلافي، انا اؤمن بالحوار لحل اي مشكل خلافي. يمكن في البعض من وجهه نظره يكون معه حق، بس يمكن من وجهه نظري انا ما يكون معها. بدنا نوصل لقواسم مشتركه ونشوف الاشياء اللي بنتفق عليها والاشياء اللي ما بنتفق عليها، نأجلها ونشوف مصلحة البلد اللي تحكم الكل. يعني يمكن البداية بده يكون في نوايا حسنة ويصير في اتفاق على عنوان هذا الحوار، لأنه يبدو الإشكال على عنوان هذا الحوار. 100%. قبل ما ندخل بمواضيعنا اللبنانية، إنما أنتقل من الوضع الليبي إلى الوضع في المنطقة عموما، يعني توترات، إشكالات، خلافات عم بتصير ونشهد هذه الخلافات. هل هذا هو نتاج هذا الربيع العربي يلي بينحكى فيه؟ وهل كان هذا هو المطلوب، يعني أن تستهدف الشعوب بكاملها وليس حكام وأنظمة؟ لأنه آخر شيء عم تطلع بالشعوب، يعني يسقط الحاكم، يسقط النظام، إنما عم نشوف شو عم بيصير، يعني لا تستقر الأمور، يعني بالعكس تماما. بهذا الموضوع يعني أنا بدي حدد، يعني ما فيني بدي حدد إنه أنا مع النظام أو أنا مع الشعب. ما فيني يكون انتقائي، يعني ما فيني يكون بمحل مع النظام بمحل تاني ضد النظام، بمحل مع الشعب بمحل تاني ضد الشعب. ما في انقى بنفسي، يعني اذا بدك حتى النقي بالنفس يمكن بمحلات معينه يمكن ان نستفيد منه في ظل بدنا نشوف على طول الظروف شو هي المحيطه. بس انما نحن انه انا يعني انه ما فيني اكون بالبحرين مع النظام وبسوريا ضد النظام. بالبحرين انا ضد الشعب وبسوريا انا مع الشعب. ليه؟ يعني هيدا مبدا انه انا يا مع النظام يا مع الأنظمة يا مع الشعوب، بدنا نتفق على مبدأ يعني. بعدين بفهم نقطة تانية، يعني لا في دول يمكن، يعني بقولوا لك إنه في دول عربية ممكن يكون فيها النظام يعني منيح والشعب، يعني يمكن مثل ما عم بيصير بكثير من الدول العربية، والعكس صحيح، يعني والشعب غير راضي. وممكن أن يكون إنه في مؤامرة خارجية تستهدف هذا النظام. طيب بس انه كيف انا هم بدي دافع عن هذا النظام المستهدف في المؤامره خارجيه بالبحرين؟ بدي افترض وهذا غير موجود انه في مؤامره ضد النظام. في ناس يمكن مش كل شعب البحرين، بس في ناس بالبحرين عم تطالب باصلاحات معينه. صحيح. وقفنا، وقف الغرب، وقف الدول الخليج كلها مع النظام وتدخلت عسكريا لحمايه هذا النظام. بسوريا في كمان ناس بدها اصلاحات بالداخل، وفي ناس بالخارج هاو في كتير علامات استفهام عليهم. هاو الناس اللي بالداخل نحن بدنا نكون معهم وبدنا نكون ضد النظام. يعني طيب شو هال نفس الناس اللي هونيك عم يدافعوا عن النظام هون مع القسم من الناس اللي هن عم يطالبوا باصلاحات؟ يعني بعدين في نقطة كتير مهمة، يعني انه انا هلا بدي اتخيل حالي ما بعرف احكي فرنسي، بدي روح اعلم الناس فرنسي. طيب كيف انه في ناس أنظمة لا تمت إلى الديمقراطية بأي صلة عم بتحاضر علينا وتنظر علينا بالديمقراطية؟ طيب بس كون عرف الديمقراطية وبعدين تعال حكينا ديمقراطية. يعني في شيء كثير، هذه الأنظمة اللي عم تحكي عنها ألا تخشى بيوم من الأيام أن يعني يصلها هذا الدور وتعيش نفس المرحلة اللي عم بتعيشها الأنظمة الأخرى؟ بعتقد يعني أي شعب ما بيتطور، أي نظام ما بيتطور، ما بيطور حاله، ما بيشوف عجلة الزمن عم تمشي والأمور عم تتغير، إنه ما بيواكب العصر، العصر بيتخطاه طبعا. يعني هو عايشين خارج هالعصور، متكلين على ثروة الله أنعم عليهم فيها ومنا لقلهم هاي الثروة لوحدهم، يعني وعم تستعمل بغير الاتجاه تبعها. يعني عم ينصرف أموال مخيفة على للناس تقتل بعضها،
واذا في مشروع انه انمائي او مشروع بيساعد الناس كلهم منهم موجودين. وحتى في ناس عم بتكون جوعانه بهيدي البلدان الغنيه هالقد. وهلا من شوي انت حد ذكرت ليبيا، يعني انه حتى باغنى بلدان المنطقه في نسبه فقر، في نسبه بطاله. يعني بالسعوديه هذيك اليوم عم نقرا تقرير في 35% نسبه البطاله بالسعوديه، على 25 مليون ال 35 او 27 مليون ال 35% رقم مش هين طبعا. الاميه قديش مستوى الاميه؟ طيب هاي الثروات يا اخي، انا عربي مسلم لي حق بهاي الثروه، هاي الثروه الله انعم عليها لكل المسلمين والعرب. صح. ما بدكم توصلوا لنا حقنا؟ طيب اهل بلدكم، اهل ناسكم، مناطقكم، يعني مقارنة انه اذا بدنا نقارن ناخذ سوريا مقارنة مع اي دولة خليجية، دولة بترول، شو الانتاج النفطي تبع سوريا؟ 500 الف برميل باحلى حالات وصل. نعم. يمكن هلا نزل ل 350 الف برميل. اكيد إيه، بس بسوريا البلد من البلدان القلائل في العالم اللي ما عندها دين خارجي. سوريا من البلدان اللي الطبابة مجانية، للتعليم مجاني، اللي بكل المستويات من الحضانة للجامعة. صح. يعني عم ينصرف هلا في اشياء تأخير ببعض الاصلاحات، بس عم بيلحقوا، يعني اخر شيء يعني عم تتلحق. يعني ما حدا عم يتخيل انه التحول اللي صار بسوريا بعد هذا الدستور اللي انعمل، انه تحولنا من دولة الحزب الواحد الى دولة متعددة الاحزاب. راح ضحايا، راح شهداء ابرياء، راح ناس انظلمت، ما في حروب بلا دماء يعني اخر. بس انه يعني هذا التغيير اللي حصل وهذا التوجه اللي حصل، يعني وفي نقطة كمان هون بدي ركز عليها، يعني على طول العدوان الخارجي كان يوحد الناس، حتى يعني من عبر التاريخ. صحيح. انه القبيله الوحده يبقوا يختلفوا ببعضهم، بس يصير في عدو خارجي تتوحد كلها مع بعض تجمعهم لمصيبه اذا بدك. طيب انتم هلا يعني حتى انا بتوجه للمعارضه اللي بسوريا اللي بالداخل السوري، انه ما نكون شايفين هالخطر اللي جاي، ما نكون شايفين انه ما اجينا من الغرب شيء بيفرح القلب، هيدا الشيء الثابت، ما نكون شايفين انه الهجمه، انه هلا فاقوا على سوريا وعلى الاصلاحات بسوريا، هل هو الهدف فعلا الاصلاحات؟ بتشوف انه في معارضات داخليه ايضا، يعني بغض النظر عن المعارضه الخارجيه، بس داخل سوريا في قسم من المعارضه بداخل سوريا منو عم يستوعب القصة، حجم الخطر وحجم المخاطر اللي عم يتهين الكيان السوري، اللي عم يتهدد وجود سوريا ودور سوريا في المنطقة بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ. الجغرافيا ربنا خلقها وهذا نحن بدنا نتعاطى، ما فينا نطلع خارج الجغرافيا، إنما التاريخ نحن بنصنعه، والتاريخ سيلعن كل واحد بهالفترة هيدي ما بيوقف مع الحق وما بيوقف مع الصح. صح. نحن منا عم ندافع عن سوريا عشقا بسوريا او انه والله منتفعين من سوريا، نحن بالنسبه لنا سوريا هي هذا الرابط، هذا الموقع، هذا الدار، عم ندافع عن دور سوريا المقاوم، دور سوريا الممارس، دور سوريا بالمنطقه اللي نحن في غياب سوريا بس حدا يحكينا شو البديل، وين بنروح؟ اللي نحن بدنا نرجع نحرر ارضنا وبدنا نرجع نصحح البوصله. عم تحكي نحن مين؟ كل انسان حر، كل انسان عربي حر، كل انسان عربي بيخاف الله، بيعرف الله، مش بس بيخاف الله وبيعرف الله، في ناس بتخاف الله بس ما بتعرفه. نحن هاو هيدي الناس، وين وشو مصيرنا؟ نحن مع سوريا ومع شعب سوريا بنفس الوقت، منا ضد انه يصير في اصلاحات بسوريا، منا ضد انه والله، بس يجب اعطاء فرصه لهذه الاصلاحات، لان ما في واحد فأس زرار، منا قصه انه والله بشيل قلم بحط قلم، القصه الاستفتاء على الدستور، على الدستور كان الطلب انه تغيير الماده الثامنه من الدستور والغاء الحزب الواحد للدولة الحاكم اللي هو حزب البعث. سقطت هذه الماده بالدستور الجديد، وانا اتحدى كل هاي الدول العربية مجتمعاتها انه حدا يعمل هيك دستور. انا اتحدى انه حدا يقدر يغامر
ويطرح يتنفس يقول انا بدي اعمل دستور ببعض الانظمه العربيه. بس كان في ملاحظات على هذا الدستور، ومن ضمن هذه الملاحظات ما بعرف اذا انت معه، وهو المد الثالث على ما اعتقد دين. تحدثت عن دين، انه يجب ان يكون مسلم. تحدثت عن دين رئيس الدوله ولم تتحدث عن دين الدوله؟ كل الدول العربيه باستثناء سوريا ولبنان دين الدوله الاسلام، وانا مسلم وافتخر باسلاميتي، مش انتقاص. نعم. يعني نعم. انما نحن هذه البلدان فيها غير مسلمين كمان. أنا إذا في واحد غير مسلم مسيحي يوصلني لحقي، أنا مع اللي بيوصلني لحقي ويكون يخاف الله. بس إنما إنه هاي المادة الثالثة دين الدولة مش محدد فيها بالمادة الثالثة، إنما دين رئيس الدولة أن يكون مسلم. وسابقا بالدستور السابق كانت موجودة، يعني كانت مش موجودة. صحيح. مش صحيح. جديدة. مزبوط. وأي يعني ما في شيء انه انا بقول الا الكتب السماويه اللي نزلها ربنا هي اللي ما فينا نلعب فيها او نقرب عليها، انما كل شيء وضعي اي دستور او اي قانون وضعي ليس قرآن قابل او انجيل يعني. قابل للتطوير طبعاً. انما بالواقع الحالي هذا الدستور اتحدى كل هالانظمه ان تيجي تجيب دستور في 10% من ما يحتوي هذا الدستور. طب طالما نتحدث عن دستور، مع انه يمكن صار هذا الامر خلص تخطيناه وصار ورانا، ايضا كان في ملاحظات او اعتراض على موضوع مده رئاسه الجمهوريه، ولايه الرئاسه، يعني هي 7 سنوات قابله للتجديد مره واحده. وملاحظات كانت بانه هذا يعني انه الرئيس بشار الاسد طبعا انه بحال هلا بقي رئيس سوف يستمر ل 14 سنه مقبله. يعني هن ما بعرف اذا حدا قادر يعرف الغاب، انا اؤمن انه هذا الشيء هذا الدستور صار فيه حيصير، يعني هلأ بالمراحل اللي جاية هناك مؤتمر قطري لحزب البعث خلال أسبوع 10 أيام يليه حكومة انتقالية، وخلال 90 يوم من الدستور محددة أنه سيجري انتخابات لمجلس الشعب. ثلاثة أشهر يعني خلال 3 أشهر من 27 شباط أنه حيكون في انتخابات تشريعية مجلس الشعب. يعني هذه الخطوات بدنا نشوف حتتمارس، حتصير، حيتغير، حيصير في تغيير ولا لا، ولا بدنا نحكم نحن مسبقا. هاي الاحكام المسبقه انا ماني معها. ايه انه حتى رئيس وهل عم يحكي انه انا اللي بقول ان شاء الله يبقى 14 يبقى 14 بس هل اذا انا تمنيت هيدا الشيء هل هيدا الشيء بيصير؟ هيدا صار في شيء اسمه دستور، صار في ماده انه بده يكون عنده 20% اللي بده يترشح لانتخاب لرئاسة الجمهورية من مجلس الشعب يرشحوه لحتى يقدر يترشح، ولن يكون هناك مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية السورية حسب الدستور. نحن بدنا نحكي بالوقائع، هذا الدستور هيك بيقول. هلأ بيصير ولا ما بيصير؟ أنا أتمنى أن يصير، ومين بتمنى يربح هذا الشيء بخصني أنا بحتفظ فيه لنفسي وماني مستحي فيه بقوله أنا حر برأيي. نعم. بس ما فيني إلزم الآخرين برأيي. إنما أنه هذا موضوع يجب أن إعطاء فرصة للتغيير اللي الناس طالبت فيه، واللي الرئيس الأسد من لما إجا كان يطمح إلى عمل نقلة وأصلاحات، وتحدث بهذا الأمر هو مرارا وتكرارا حتى عن بداية الأحداث. بس إذا بدنا نبلع لهم شو ما بدنا نحكي وشو ما كذا لن يقتنع. لكل واحد عنده صاير قصة في انقسام حاد بالرأي. يعني طب هذا الانقسام لوين بده يوصل؟ طالما عم تقول شو ما عملنا رح يبقى هذا الانقسام، يعني حتى موضوع الدستور سعادة النائب ماذا غير بنسبة الاستفتاء اللي حصلت على هذا الدستور وإقرار الدستور تاني يوم؟ شو غير بالنسبة لهذا البعض المعترض على كل هذه الأمور بسوريا؟ ما يعني بدنا نفرق بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج. يعني في ناس منهم صاروا 20 سنة 30 سنة منهم ما بيعرفوا يعني يمشوا بقلب الشام أو ما بيعرفوا سوريا، يعني مش عايشين فيها. يمكن عنده أفكار بس ما عندهم أرضية. يعني أنه أنا شو بينفع أنه أنا أحكي نظريات وغير قابلة للتنفيذ. يعني هلأ المعارضة الداخلية للبعض يعني بسوريا يجب أن يستفيدوا من هذه الفرصة. هذه فرصة، وهي مش بس حكي إعلان نوايا، إعلان النوايا تم ترجمته باستفتاءات حقيقية. ما حدا يحكي أنه أنا كيف بدي أقبل نتائج انتخابات عملت بأفغانستان بظل احتلال
صح. محتل أمريكي، وفي العراق كمان في ظل احتلال جيوش أمريكية تم انتخابات وقبلنا بنتائجها وقبل كل العالم فيها، وببلد بلبنان، بلبنان كان في عنا احتلال وكنا عم نعمل انتخابات حتى ومرقنا باحداث احتلال اسرائيلي. هي اكيد يعني، بس انه هذا الواقع انه ليش ما بدنا يعني ما بدنا نقبل انه في صراع حاليا بالمنطقه بين محور امريكا والغرب وحلفائها وبعض العرب. بدنا نقول بعدنا استنا مصرين نقول بعض العرب بالرغم انه شبه كل العرب صاروا بالمحل الغلط، وعم يتركب عم يتكون محور جديد. هذا المحور يعني الحرب الباردة انا شايف انه رجعت عم تتجدد من ابواب السورية، من ابواب السورية. هاي الدول اللي عم تحكي عنها يعني انت او الحلف الجديد يضم من ومن يعني من يبدأ من أين وينتهي؟ يعني من دول البريكس إلى إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، يعني هيدا المجموع يعني من وين وين روسيا والصين؟ بالبريكس. يعني صح، يعني نحن بلشنا بالدول صح، ونحن مش عيب يعني انه انا هلا انه والله انتم عم بتدخلوا عم تستقوا بحدا، ليش انتم تركتوا لنا مجال حتى ما نستقوي بحدا؟ بس هذا الاستقواء بحدا يعني كمان اتى من قبل هذا الحدا لانه عنده مصالح اخر شيء، يعني ما بدنا نقول مش محبة بسوريا. اكيد الدول ما عندها عواطف عندها مصالح، بس انا افهم انه الروسي لما عم بيشوف انه طريقه كيف بدك تغير أنظمة لكرمال مصالح أنت بتناسبك، وقف روسيا عم بيقول عم يدافع عن حاله وعن مصالحه، مش عم يدافع عن سوريا بس، عم يدافع عن حاله وعن مصالحه. يعني لما وكمان يمكن الهدف أن يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، هالأحادية الواحدة القطبية الواحدة بالعالم هيدي، وكانت من أهم يعني من العناوين الأساسية بالحملة الانتخابية تبع بوتين يعني، واللي ركز عليها واللي عملت يمكن ساعدت كتير بنجاح بوتين بالانتخابات. يعني ايه؟ يعني الروسية كان اسمها روسيا العظمى، صح، الاتحاد السوفيتي. هلا عم تستعيد دورة روسية اللي كانت يمكن تركي لأمريكا خلال 10 سنين 20 سنة أن تكون الأحادية وحدها. هلا تستعيد هذا الدور روسيا برأيك؟ أنا برأيي هذا يعني مثل ما بيقولوا انحطت على السكة، مشيت الأمور رايحة بهالاتجاه، وهذا موضوع إلنا مصلحة فيه. يعني نحن في الواحد الأحد هو ربنا طبعا، فقط لا غير، نعبد الله وليس امريكا. يعني ما فينا نقبل انه والله انه ما في غير الامريكان بالعالم، وانه نحن قلنا مصلحه يكون وهي في متخبطه بمشاكلها، مشاكلها الاقتصاديه بحد ذاتها، وحتى يعني بالعراق ما بعرف قديش يعني خرجت من العراق يعني بفشل او بانتصار، بافغانستان يعني كما ذكرت عندها مشاكل 100% كثيره ايضا. بعدين نحن امريكا يعني ما بعرف انه هلا الناس بنقعد بنحكي احيانا الناس عن جد في نوع من انه حتضيع العالم كتر ما بتشوف فضائيات وكتر ما بتسمع عراق وكتر ما شوف انه طيب مين الصح ومين الغلط. عن جد في حيرة عند الناس بتطلع العالم انه انا مين بدي صدق. فبحواراتي مع الناس بقول لهم معكم حق، بس انا بعطيكم بقول لكم على طريقة استخدموا ويمكن ترتاحوا لحتى تعرفوا وين الصح، وشوفوا وين امريكا ومشوا عكسها، بتكونوا انتم ماشيين مع الصح بظل هذه الخطابات والفضائيات والحوارات. عندنا بلبنان الفريق بيقول يعني هذا الفريق بيقول انه شوفوا شو بيقول دكتور سمير جعجع شو بعكسه كمان يعني ما بدنا نكبره هالقد بس يعني هذا مش عم بتبنى انه هذا الكلام نحكي صحيح. امريكا نحن بنقول امريكا لان امريكا موجوده حقيقه وواقعا وعم بتمارس، وامريكا ما حدا ينغش ولا لحظه انه امريكا ما يعنيها في هذه المنطقه إسرائيل وثروة هذه المنطقة. هذا الكلام يعني كل يوم بتذكر فيه وصولا إلى قدسية الأمن الإسرائيلي أمر مقدس. حاجة بقى نحكي ونتشدق، وأنه نحن يا عم الأمريكان صرنا من سنة 48 هن أساس المشكل بهالمنطقة. لذا الأمريكان بيعطيني حقي وبيقبل يرد الأراضي المحتلة وبيقبل يرد للفلسطينية حقوقهم، نحن ما عندنا مشكل مع الأمريكان إلا هيدي القصة بس، الشغلتين صغار انه يحلوا عن سمانة بموضوع اسرائيل.
عن جد انه في موضوع انه في ما بس في اسرائيل وفي عرب. الكلام وارد ساعه النائب، يعني عندما تتحدث امريكا يتحدث اوباما هلا من كم يوم بيقول انه امن اسرائيل هو امر مقدس بالنسبه لامريكا. بدنا العرب يسمعوا يعني هيدا الشيء، انا سامع وفهمه، بدنا العرب يسمعوا هيدا الشيء. خليني اتوقف مع فاصل اعلاني، بعد الاعلان نعود اليكم والى ضيفي النائب السابق المهندس جهاد السلام. إذن نتابع الحدث الإخباري مشاهدينا مع ضيفي النائب السابق المهندس جهاد الصمد. سعادة النائب، يعني قبل أن أدخل بتفاصيلنا اللبنانية بس لحتى نختم بالموضوع السوري إلى حد ما، اليوم سوريا تعود وتستعيد المبادرتين إن كان السياسية أو حتى الدبلوماسية بعد سيطرتها ميدانيا إذا جاز التعبير على الأرض وخصوصا بمدينة حمص. هل نحن اليوم أمام مشهد جديد لهذا الواقع السوري؟ إلى أين ذهب سوريا بظل هذا المشهد؟ وهل فعلا ما بقى خلص موضوع الحرب الأهلية انتهى وأغلق الباب على الحرب الأهلية في سوريا؟ أنا بعتقد أنه الوضع العسكري زمام المبادرة بسوريا استعادة الدولة السورية المبادرة بالكامل، ولن يكون هناك أي منطقة في سوريا خارجة عن سلطة وسيطرة الدولة السورية. وهذا الشيء بالفضل الأساسي فيه يعني أكيد بالدرجة الأولى للشعب السوري ووعي الشعب السوري، إضافة إلى تماسك وإلى يعني العقيدة ووحدة الجيش وبقية مؤسسات الدولة. هذا دليل أنه بس بالدرجة الأولى الشعب السوري وقوفه والتزامه مع قيادته أفشل هذه الخطة. هلأ الوضع الأمني بعتقد حيكون في بظل هالهجمة العلنية أنه لن نبخل لا بأموال ولا بسلاح ولا كذا، بيضل الموضوع الأمني بده ياخذ يمكن شوية وقت، بس إن شاء الله الأمور بتكون تحت السيطرة. زائد أنه لن يعود الوضع بسوريا إلى ما كان عليه قبل الأحداث، يعني أنه بعد ما صار في دستور جديد، يعني النظام بسوريا عم يطور حاله، عم بيتغير، عم يعطي مطالب محقة يعني وطلبات محقة للشعب السوري. تأخرت شوي، إنما الأمور إن شاء الله ماشي بالاتجاه الصحيح. هذا الواقع يعني والترجمة الحقيقية إنه هذه الدولة دولة بكل ما في الكلمة من معنى، رجعت عم تستعيد دورة يعني الزيارات الوفود اللي عم تجي والكذا، وقسم كبير من اللي عم يجوا. يعني أنا بدي أرجع نتفي لورا إنه المراقبين اللي إجوا تقرير الدب اللي الناس بالأساس كنا يمكن متخوفين، تبين انه الواقع ارض الواقع لما اجوا هالمراقبين شافوا الحقيقه اللي كان عم، وكثير من الوفود اللي عم تجي يعني عم بتشوف على ارض الواقع غير يعني، وحتى الاضاليل اللي عم تستخدم يعني عم نشوف عن جد انه حجم التآمر وحجم التلفيق وحجم التضليل اللي عم بيمارس وحجم الانفاق اللي عم يندفع شيء فوق الطبيعه. ويمكن اي دوله غير سورية لو تمارس عليها هيدي المعطيات يمكن ما بتصمد لا 10 ايام ولا 15 يوم ولا شهر، حتى من اكبر دول يعني. فان شاء الله يعني زائد ما ننسى دور الروسي والصيني حتى والايراني وكذا. هلا الموضوع العسكري بعتقد تخطيناه، في هلا اللي انا عم بشوفه ويجب التنبه له غير الامن، الوضع الاقتصادي. وهذا وضع وهذا شق كثير مهم طبعا. والهجم الاقتصادي حاليا كبير، مع يعني مع انه سوريا عندها شبه اكتفاء ذاتي يعني بالمواد الغذائيه بهالامور هذه، في شق معين عم بيحاولوا يضغطوا وينفذوا منه. هون يعني اصدقاء سوريا الحقيقيين وحلفاء سوريا الحقيقيين مطلوب منهم هلا التنبه لهذه النقطه والوعي، لان الاقتصاد شغله كثير كثير مهمه. هون السؤال قديش رح تقدر سوريا يعني ان تبقى صامده تواجه كل هذه الضغوطات التي تواجه عليها عسكريا؟ ما قدروا يعملوا شيء، يعني حتى امبارح الرئيس الامريكي بيعود بيقول انه بياكد
انه القيام باي عمل عسكري ضد سوريا مساله غير مطروحه، رغم انه في تناقضات شوي بالمواقف الامريكيه. فعسكريا مبدئيا ما قدروا يعملوا شيء، في تعويل على الشق الامني وعلى الشق الاقتصادي اليوم هذه النقطه اللي لازم يتنبه لها. حرب ايضا يعني هيدي بحد ذاتها ممكن ان تؤثر سلبا يعني على يعني سوريا لن تجوع، هذا شيء اكيد، والشعب السوري عنده من القدره على الصبر والتحمل، يعني هاو ناس عريقين، يعني انه نحن منا عم نحكي عواطف عم نحكي وقائع. فالمشتقات النفطية والمحروقات هي هيدي الشيء يمكن اللي يجب التنبه له، انه ما وعلى الحلفاء والاصدقاء انه يساهموا فعليا، منهم مقصرين بس لا يكفي هذا الشيء، يجب ان يكون المساهمة والوقوف في وجه الهجمة الاقتصادية على سوريا وشعبها وقيادتها يجب تكون أحسن من هيك. طيب. اليوم البعض يرى ساعة النائب أنه الربيع العربي اللي عم نشهده بالساحات العربية لن يقف عند حدود سوريا، بل سيتجاوز سوريا ربما إلى الأردن إلى دول الخليج، ويتوقع أن تشتعل النيران أيضا بهذه الدول تدريجيا مع إخمادها بسوريا. وكان في كلام من فترة حتى للوزير سلمي فرنجي تحدث فيه أنه عندما تنتهي بسوريا سوف تبدأ بلبنان. و اليوم الداعية عمر بكري، ويجب الإشارة إلى هذا الموضوع، يقول نتوقع أن تصل الثورة للبنان بعد سوريا ويفجرها الإسلاميون، وأصبحنا على بعد خطوات من إقامة الخلافة الإسلامية بالمنطقة. شو اللي عم بيصير؟ يعني نحن الشعارات اللي عم تنحكى، يعني إذا واحد بده يناقشها بيبين وكأنه ضد الخلافة الإسلامية أو ضد الشرع أو ضد هيدا. بنبلش نعرف من وين بدنا نبلش. نحن بالمنطق انه السلفي اللي عم ينحكى انه صارت الناس تكره اسم السلفي بسبب بعض الممارسات البعض، مع العلم انه كلنا لازم نكون سلف صالح. ما هو السلف الصالح؟ السلف الصالح انه كل شيء كان يعمله النبي وصحابته واهل بيته انه نقتدي فيهم. عم بالأشي تفهم غلط صارت، يعني فصارت العباره عم تستخدم في غير موضعها. يعني نحن بالمفهوم الديني يجب كلنا ان نكون سلف صالح، لان هول السلف السابق ما كانوا يعرفوا الا الصح، وكانوا ماشيين وعصروا سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه، وعرفوه عن قرب وكانوا معه، فاجباري كل شيء كانوا يعملوا كان منيح، مش مثل هلا اللي عم يتمارس. فموضوع الخلافه الاسلاميه نتمنى أن يكون هناك خلافة إسلامية بمفهوم الخلافة الإسلامية الحقيقية مش أصلاً بمفهوم الإسلام الغربي هيدا هلأ اللي البعض عم بيحاولوا يستخدموا الإسلام لخدمة سياسات الغرب. و بموضوع الثورة يعني عندما تخمد هلأ لا شك اللي حكي الوزير سليمان فرنجي كتير قريب من الواقع، يعني منطقي، مش كتير قريب، منطقي وواقعي وحقيقي، يعني ممكن لأن عندما المواجهة اللي صايرة أنه هالمسلحين اللي كانوا عندهم موطئ قدم ببعض المناطق بسوريا عم يتراجعوا وعم وين بدهم يروحوا بالاخر، يعني في قسم منهم يعني اجباري، قسم منهم اجباري حيجي لهون، حيوصل قسم منهم على لبنان. واذا في ظل ما في قرار سياسي وما في قرار من كل اللبنانيين، مش من فريق من اللبنانيين، انه نحن نتفق انه انسانيا اغاثه الملهوف بكل الديانات وبكل القيم يجب اغاثه الملهوف، بس انما الملهوف لما بده يكون مسلح وبده يستعمل انه عندي يكون حديقه خلفيه بطل صار ملهوف، يعني بطل صار ملهوف. ولن ونحن في عندنا دستور انه لبنان لن يكون لا ممر ولا مستقر لاي عدوان على سوريا، وكذلك الامر بالنسبه لسوريا بالنسبه للبنان. هذا لا يطبق الطائف اليوم نحن يعني اذا بهذا الشق هذا خلاف للدستور ومصلحتنا. نحن اذا بنحب بلدنا وبدنا فعلا ننقى بالنفس ونحيد بلدنا، النقي بالنفس ما بيكون من جهه واحده، يعني من قسم من اللبنانيين، انه الفريق هلا الحكومه تبنت هذا الموضوع يمكن على مضض، مع انه في عده ملاحظات، بس الفريق الثاني كل ما يعني في شيء ما بعرف اذا في ما بدي مرق شغله هون. تفضل. الضبع كيف بيتعاطى مع الفريسه تبعه؟ الضبع بيطبع الفريسه تبعه، اذا الفريسه زخت قدامه بيهجم عليها، اذا وقفت بوجهه بيهرب الضبع اللي بيهرب. نحن قسم عم نمارس نحن الفريسه المطبوعه،
لا يجب أن نكون نحن فريسة المطبوعة. لا نحن هذا الشيء نحن. أنا بالنسبة اللي عم بيصير بسوريا أنا قلي رأيي، غيري بلبنان قلي رأيي تحديدا على الحدود، على حدود الشمال يعني بهذا الأمر. أنا قلي رأيي بما يجري في سوريا، هناك نار في سوريا، أنا أتمنى أن يكون مساهم بإطفاء هذه النار بسوريا بما يريح شعبها وسوريا ككل ودولتها ونظامها وكل شيء. نعم. غيري يمكن يتمنى أنه لا هالنار لا تخلي ولا تبقي شيء، بس إنما أنا والآخر المتشاركين بهالبلد هون يعني ما نولع النار ببلدنا. أنا مع أني ما فيني ألغي الآخر، بس كمان الآخر ما في يلغيني طبعا. يجب أن نكون نحن مساهمين أنه ننقل النار اللي أنا أتمنى أن تطفيها بسوريا أنه نولعها بلبنان. أنا اللي هربان اللي خايف وجاي أنا مع أنه نمارس نأمن غذائيا نأمن له إنسانيا نأمن له هيدا الشيء ماشي هيدا الشيء، بس أنه مش أنا تحت شعار ممرات تيجي إنسانية. السفيرة الأمريكية أنه استقبلوا المسلحين تبع جيش السوري الحر يعني في وقاحة، إنما أكثر من هيك وقاحة مصر. ما زلنا دخلنا بالشق اللبناني اليوم، طبعا أجواء التوتر السياسي الداخلي على خلفية الملفات المالية بعد موجودة. اليوم دولة الرئيس نبيه بري يقول بكلام واضح، يؤكد أنه نفض يديه كليا من العرض يلي كان قدمه إلى فريق 14 أدار وإلى الرئيس فؤاد السنيورة. وصرنا بنعرف يعني تشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة المسائل والإشكالات العالقة. برأيك اليوم إلى أين تتجه الأمور بهذا الموضوع تحديدا، خصوصا أنه هناك فريق وضع كشوفات وضع كل الحسابات، وفريق صرف من دون قطع حساب أو أي ورقة يعني تثبت أين صرف الأموال، ويريد التبرئة من هذا الموضوع، إلى أين تصل الأمور؟ يعني الموضوع أنا يعني كان لي الشرف أن كنت عضو بلجنة المال والموازنة لسنة 2005. يعني البلد لا يمكن أنه هذا البلد أنه نضل ننفق من خارج موازنة، أنه البلد بده موازنة. شو السبب أنه ما عم ينعمل موازنة؟ السبب أنه ما في قطع حساب للسنين اللي سابقة. طيب يجب إعادة الانتظام إلى 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 موازنة الدولة، إلى مالية الدولة اللبنانية. كيف بنعيد الانتظام؟ بدنا نعمل، أنا مش بدي أستعمل لا كلمة تسوية ولا كلمة صفاء، أنا بدي شرعن هالإنفاق اللي صار خلال هالسنين. نعم. هلأ بداية عماد عون قدم اقتراح قانون ب 8900 مليار، وعلى فكرة 8900 مليار لم ينفقوا بالكامل، هذا ما هو متوقع انفاقه، انفق جزء منه من خلال سلفية خزينة، وما تبقى المتوقع انفاقه لشهر ايلول المقبل. يعني هذا مال ما كله مصروف، هذا مال عم نشرع كيفية صرفه كان اللي انصرف او اللي بده ينصرف، لحتى لبينات ما يصير في عنا موازنة ونرجع ننتظم ونمشي بموازنة. لا شك انه موازنة الـ 2005 اخر موازنة انعملت بلبنان كان قيمتها حوالي 10000 مليار ليرة. كبر الحجم الانفاق اجباري، بده يكبر يعني انصرف من خارج الموازنات على القاعدة الاثني عشرية مبالغ حددها الوزير الصفدي بحوالي 16 مليار دولار انكلودينج 2010 لحكومة سعد. 16 مليار هو اللي ما كانوا حاكين عنه، ال 5 مليار الجديد يعني كانوا ضايعين، كانوا على 2010 انحكى لل 2009. مظبوط مظبوط. فاقتراح القانون اللي قدمه العماد عون ما مشي، لان ما بيمشي، رجع مرق من خلال مشروع قانون تم وتحول لمجلس النواب وتم مناقشته باللجان وبحضور نواب فريق 14 إدارة كلهم، وتم التصديق عليه وأحيل للهيئة العامة وبلشت المناقشة فيه بالهيئة العامة. نعم. وإذ فجأة بيطلع لنا موضوع أنه وكأنه أنه بدكم تمرقوا هي مرقولنا 16 مليار بطريقكم، بدون ما يكون حدا بموقع الاتهام، بدون ما يكون حدا بموقع الشبهة، إلا إذا هو حدا هو عم بيحط حاله بموقع الشبهة. نحن أنا ضد أن يكون نحن عم نتهم أو عم، بس يجب تشريع هذه الأموال التي أنفقت، هذه مبالغ 16 مليار دولار أنفقت بالكامل. الاقتراح يعني 16 مليار دولار قانون معجل مكرر، يعني هذا أول شيء مخالف للدستور، لأن أي انفاق
أو أي قانون أو أي شيء بده فيه إنفاق مالي يجب أن يمر عبر اللجان النيابية ويجب أن يخضع للمناقشة وبعدين بيمروا. في كتير مشاكل بهذا الملف، يعني بهذا الاقتراح، معارك للأمور بهذا الاقتراح. في مشاكل بالتنسيب، في مشاكل بالهبات، في مشاكل بالمستندات وبعدم التوثيق. الله يطولنا عمره للرئيس بري. بس اليوم الرئيس بري دائما يعول على دور له، بس اليوم عم بيقول خلص نفذ ايده من هذا الاقتراح اللي كان مقترحه ل 14 اذار وللرئيس سنوري. لازم يعرفها الراي العام، في اشياء لازم يعرفها الراي العام. الرئيس بري عمل يعني طرح من الغباء كان انه ينرفض هذا الطرح، لان حدد مهله غير انه تشكيل لجنه وزاريه، اهم شيء كان محدد انه ب 15 ايار موازنه مهله محدده، ب 15 ايار بنكون معروض هذا الاقتراح القانون اللي هن قدموه، بيكون ب 15 ايار اعلى سقف زمني انه بيكون مطروح امام الهيئه العامه. هذا الشيء رفض. هلا شو حيصير؟ حيرجع يصير انه الحكومه حترجع هي تقدم مشروع قانون بهالمبادئ، وحيجي يعني وحنضل، بس المشكلة وين؟ حنضل بدون موازنة. يعني إذا هلأ كيف هيك عم تستمر الأمور؟ يعني بظل هالخلافات، بظل هالتعقيدات مثل ما كنت عم تحكي، يلي ما عم بيكون إلى حلول، يعني تتراكم آخر شيء الخلافات وصولا إلى ماذا؟ طلب إنه هيدا الاقتراح القانون اللي أنتوا عاملينه خلونا نحاوله على اللجان المشتركة، ايه؟ وخلال من هلأ ل 15 أيار بيتم عرضه على الهيئة العامة، وبنرجع ساعتها بنعمل موازنة ل 2012 بتتقدم بنعمل قطع حساب، ومع الملاحظه اللي هي ملاحظه صارت شبه تقليديه انه مع التحفظ على الامور هي وتحويل الموضوع الى ديوان المحاسبه للتدقيق، واي شيء بيكون غلط هو بيتابعه. انما لما انا هلا عم بتصير القصه انه لا بتمرقوا هول بتمرقوا هول، يا عمي هاو مرقوا بالقنوات الدستوريه والقانونيه اللازمه، ليش عم ترفضوا انه هالامور هال 16 مليار دولار تمرق وتتنسب صحيح وتنحط بالبنود اللي لازم تنحط فيها وتنعرض على اللجان وتمشي؟ هذا يعني اضعف الايمان. السؤال برسم الاخر، برسم المواطن اللبناني، انه ليش هالفريق عم بيصر على هالقصه انه انا بدي ضل عايش بظل دوله لا فيها موازنه ولا فيها وضل هالتسيب اللي موجود فيه. طب ساعه النائب بعد عندي دقيقتين بموضوع كمان لا يقل اهميه عن هذا الموضوع يلي هو بتواجهه الحكومه بالمرحله المقبله، هو موضوع التعيينات. يعني خصوصا أن المعلومات الرسمية تقول أنه الجلسة المقبلة للحكومة ستشهد انفراج حول موضوع التعيينات، لأنه هذه الحكومة أيضا تتأثر بهذا الموضوع. يعني ما بعرف قديش هلأ موضوع التعيين رح يرجع يعمل خلافات داخل الحكومة، ممكن أن تعتكف، ممكن أن تشل، ما بعرف وصولا إلى ماذا موضوع التعيين. يعني بعتقد أن الأجواء وهناك يعني في كان في مشكلة ثقة بين بعض مكونات الحكومة، يعني مثل ما شايفين أنا وغيري، يعني مش نحن لوحدنا، كلنا عايشين بالبلد وعم نتابع. بعتقد مرحلة هالثقة اللي كانت مفقودة بين بعض مكونات الحكومة تخطيناها، وبعتقد في مرحلة جديدة بلشت من التعاطي الجدي والمسؤول. برأيك إمتى تخطيناها؟ من بعد شو؟ يعني دولة الرئيس بري كان له دور في هذا الموضوع، ولا شك يعني هالنتائج بلشت تظهر تباعا يعني. وبعتقد انه التعاطي بمسؤوليه وبموضوعيه وبجديه بهالمواضيع اللي يعني اللي بتهم كل مواطن ولتسيير عجله الدوله محل الخلاف، لأنه هو الخلاف واضح ما بين الجنرالين بموضوع التعيينات وهو على موضوع رئيس مجلس قضاء الأعلى. حل هذا الخلاف بعتقد ما في شيء ما له حل، يعني كل شيء بده يوصل لقمة معينة وبده يرجع ينزل. يعني بعتقد وصلنا للبيك، طلعنا الماكسيموم بنقطة الخلاف، وبعتقد في جهود، في ناس مخلصين، في ناس قيمين، في أصدقاء مشتركين عم بيحاولوا يلطفوا، وإن شاء الله يعني نقدر نطلع من هالمرحلة. على رأي الرئيس فؤاد السنيورة هذه الحكومة باقي باقي باقي؟ هلأ المهم إن شاء الله هي الحكومة تضل باقية وتضل البلد باقي وتمشي للأمور وتنتظم، والله يحمي لبنان ويحمي شعب لبنان ويخلصنا من هالغيمة هيدي اللي مارة، إن شاء الله تقطع خير. بالفعل سعادة النائب المهندس جهاد الصمد، أنا بشكرك، شكرا لحضورك وأهلا وسهلا فيك، على أمل لقاء معك مجددا، يعني الحديث مطولا بالكثير من الأمور. وأيضا مشاهدينا الكرام أشكركم على المتابعة، ونعود ونلتقي مجددا بإذن الله. إلى اللقاء.
الله.